أفادت أنباء بأن اللواء 30 حشد شعبي وافق على الانسحاب من سهل نينوى بعد اجتماعات موسعة عقدتها قيادات في الحشد والدفاع والحكومة المحلية. وأشارت مصادر صحفية إلى أن فالح الفياض وأبو مهدي المهندس ومنصور المرعيد قد بحثوا مع رئيس أركان الجيش تفاصيل إعادة نشر القوات والمحافظة على النظام العام وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، فيما ترددت أنباء عن نشر قوات أمريكية في منطقة كوك جيلي للمحافظة على الاستقرار العام.